شيء مش انتم بتتعلموه. الله عليك. شو انا حاطه فيك الضحك والبكاء؟ حتضحك وحتبكي طالما انت انسان، انا خلقتك فيك ضحك وبحك. دوبي استوعب اصلا وانا بتكلم دحين معك انها نعمه انك تقدر تضحك. عمري ما فكرت فيها كنعمه. الضحك نعمه والبكاء نعمه، كلاهما اخراج، بدل ما الواحد يكتم الطاقه السلبيه اللي عنده يطلعها. الحمد لله انه الواحد يقدر يضحك. في فتره بقى فاكر ايام الكوفيد وايام مش عارف ايه، كان الموضوع ده شائع جدا، ان النفسيه الكويسه وانك لما تضحك انت بتخدع مخك بطريقه ما، ان انا قاعد مبسوط وبضحك وكده، فالجسم بيتخدع بنفس الطريقه. انه الامور تمام، هي القاعده الكبيره، انا بضحك انا بخير. عشان بس تعرف المعاناه اللي بنعانيها، احنا اليوم المفروض نصور استوديو. بدانا تصوير متاخر تقريبا ساعتين علشان الثلاثه لمبات دول ما هي مولعه. حقونا استوديو سابونا ومشيوا، ما احنا عارفين نولع اللمبات، كيف تتعامل مع الموقف؟ فحاولنا نطبق بعض المبادئ الواحد بيتكلم عنها، يعني مره سهل الواحد يكون حكيم لما الامور تكون هاديه، بس لما تطبق الحكم اللي انت بتقولها في المواقف اللي المفروض الحكم تتطبق فيها، لانه الحكم مو وقتها تتطبق والامور كلها تمام. انت لما تيجي تتكلم الامور طيبه عن الصبر وعن التعامل بايجابيه وامورك كويسه مره سهل، اي احد ممكن يقرقر، بس لما تتحط في الموقف هذا وقت التطبيق. كيف تلاقي حل يا استاذ يزيد؟ كل بساطه كده تبدا بابتسامه من بدايه الصباح، اديني ابتسامه بس كده تحس. يا سلام عليك. ولا نعصب؟ انا اعصب انا ابتسم. العصب هي نفرش له كل ما هي طاقه. فمن ضمن وسائل تطوير الذات انه لما تحصل لك مشكله تكلم نفسك، تكلم الحكيم اللي جواتك، تعتبر انه انت قاعد تسال نفسك نصيحه فتنصح نفسك. فالصبر مفتاح الفرج والضحك مفتاح الصبر. الله عليك، ايه الحلاوه دي؟ الحلاوه دي. الموقف لو صار لي انا من 5 سنوات كان مزاجي ضرب تماما، كان الاداء ما حيكون جيد. لانه ايش معنى الصبر؟ انك تعدي ازمه بدون ما تسوي شيء غلط. التغلب على المشاكل بتتغير، ان انت بتقرر انا اواجه انا حارب وكده، لكن هي مش حرب يعني. يعني انت ممكن تتغلب على المشاكل انك تبقى في حاله جيده علشان تعرف تواجهها. فالضحك بساعدك انه تعدي الازمه دي بدون ما تاذي احد، بدون ما تاذي نفسك نفسيا. بس شويه عشان الضحك هذا اسمه الواحد يعرق من الضحك. اليوم اول مره اعرق من الضحك ولا اضحك من العرق. تخيلوا العالم بدون ضحك، ايش كميه النكد اللي هنعيشه. نقطه مره مهمه في الضحك انه ما تكون على حساب الناس. في قواعد للضحك، ما يكون في سخريه على احد، ما يكون في انتقاص لشعب من الشعوب، ما يكون في تريق على احد، ما يسبب الم. يعني ما تضحك على حساب شخص ثاني، بس طالما انه الضحك ما بتاذي احد، ما بتريق على احد، ما بتؤلم احد، خلاص هو فائده كبيره جدا للمجتمع. طب الناس هتقول لك طب ايش فضل؟ فضل كثير. اغلب اللي بضحكنا اشياء زي كده، يا تنمر على شيء، يا ضحك على شعب معين او على ناس. لا، فاضل كتير، فاضل مواقف، فاضل افكار، فاضل افيهات تترمي، فاضل حاجات جوه بيوتنا. احنا كل مجتمع ليه عاداته وتقاليده. فشكر كبير لكل واحد ضحكنا، شكر كبير لكل واحد بضحكنا، بيخفف التوتر حق حياتنا، بيدخل البهجه، بيدخل السرور